دخلت الإجازة الصيفية في ذروتها. انتهى العيد، أولادك أولادك، مسؤولية من الله سبحانه وتعالى ستسأل عنها. الشارع لا يعلم، بل إن علم فإنه لا يعلم إلا الباطل. ومواقع التواصل لا تربي، بل إنها تفسد أكثر مما تصلح. فالله الله في حلقات التحفيظ، في الدورات الدينية ادفعوهم إلى حلقات التحفيظ دفعا. انزع عن ظهرك أنك لم تجتهد في وضع أولادك في بيئة صالحة. إن كنت الآن لا تستطيع أن تتفرغ لتعليمهم وتحفيظهم القرآن وتعليمهم الصلاة والذكر، ادفعهم إلى حلقات التحفيظ. علمهم، ربيهم ببيئة إيمانية حتى لا تتحسر عليهم في المستقبل أنك قد علمتهم من العلوم المدنية كذا وكذا، ودفعت عليهم كذا وكذا ليتحصلوا على الشهادات كلها. ونسوا تعلم شهادة من ربك، ما دينك، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. نسوا شهادة هي شهادة التوحيد وشهادة العقيدة، فيستخف بهم أي إنسان يطلبهم أمر الله.